مباراة ثانية اللي تلعبت اليوم في القروان بين شبيبة القيروان وترجي رياضي التونسي. ترجي رياضي التونسي ينتصر برباعية 9 أهداف في 2 جولات، قوة ضربة بالنسبة لهجوم الترجي. نتفرجوا مع بعضنا تفاصيل المباراة. الترجي بريسك بنفس التشكيلة اللي لعبت في بجاية يتنقل في ديبلاسمون صعيب للقروان ويقابل الشبيبة اللي عندها 6 جورنيات ما ربحت حتى طرح. الترجي خذاب زمام الأمور من الأول، وربع ساعة لعب كانت كافية باش يفتتح جويني نتيجة. الكرة عند جياسكا المهذب يحب يسنتر، كورته تضرب في ظهر الحكم وترجع كونتر للترجي. المحيرسي ياخذ الكرة ويتوغل يعدي لجويني اللي ماركي بونتوه 6 سيزون هذه، وبونتو احتج عليه بنك الشبيبة. خمسة دقائق بعد بونتو الأول الكرة توصل لجويني اللي بطالو نادح له يخرج الرجابي فاس فاس مع القلعي اللي بدوره ما ضيعش الكرة ويمركي الثاني. وحتى هي خاصة 2 بلاش الشبيبة ماريناها كان في اكسون واحدة في الاتاك وكانت عن طريق صبري العماري، لكن الدفاع المكشخة كان اسبق منه. الترجي كان واقف مليح والخطوط الثلاثة متاعه كان قرب من بعضها، الشيء اللي خلاه يجري الميتون كيف ما يحب ويكملوا متقدم 2 بلاش. ب45 دقيقة ثانية كنا نظنوا انه باش نشوفوا رياكسيون جوالات القروان، لكن ما فما شيء. وحتى الكرة اللي شكلت اختار على بن شريفية كانت من تصويبة من 35 من العيون. 12 دقيقة لعب الخنيسي ياخذ بلاصة جوين اللي وفي أول لمس ليه للكرة يضيع كرة الثالث كيفية غريبة. الشعلالي اللي دخلوا عمر صويح مع بداية الشوط الثاني في بلاصة بقير عمل ميتون كبير وكان ورا البونتو الثالث والرابع. 30 دقيقة لعب الشعلالي يراوغ في السنتر ويمد باس حلو في البروفوندور للمحيرسي اللي ما يراتيش ويمركي الثالث. الخنيسي اللي عنده 7 جولات ما مركاش وبالتحديد من طرح المتلوي عرف اليوم طريق الشباك وسجل الهدف الرابع للترجي والحادث ليه في السيزون هذه في الوقت البديل. ماتش متميز للترجي قدام الشبيبة، أداء ونتيجة وهزيمة ثالثة على التوالي لجي اسكا تزيد تعقد وضعته في آخر الترتيب ويولي بينه وبين صاحب المركز الآخر كان 6 نقاط.